السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الكرام، والله العظيم رتوحشتكم يا أيها الفضلاء. ولو بعض الإخوان استفزونا واحتقرونا معليش، حتى شي مشكل، يدك منك ولو تكون مجدامة. فأخوتي الساعة تشير إلى 10 ليلا، وبهذه المناسبة وأنا كنمارس الرياضة مع أحد الأصدقاء بمدينة طنجة في الجهة ديال بلايا ما تسمى مالاباطا، فأخوتي عندي واحد الإشارة وعندي واحد الملاحظة. نعم، وبغيت حتى أنا نناقض من حقي. اسمع، هذاك الأخ ديال فاس، يا سلام على هذه المدينة، على هذه المدينة القيمة، مدينة العلم والعلماء. نعم، نعودها بلسان طويل، مدينة فاس مدينة العلم والعلماء. ومن هذا المنبر هذا وبهذه المناسبة كنهدي التحية لخويا حمدان، وما نساوش سيدي الطاهري شيخ الدراجة، الله يحفظك، طلب الله عز وجل اللي يحضر فيك البركة. تحية لخويا حمدان، حمدان، تحية لخويا حمدان، كتسمعني يا حمدان؟ حمدان جاتك النوبة يا حمدان. تحية لخويا حمدان وناس فاس، بلد العلم والعلماء، طلب الله عز وجل يحضر لنا البركة في هذه المدينة. فأخوتي عندي واحد الإشارة لهذاك الأخ اللي لقى الفلوس، ما عليناش لقى الفلوس. دابا حنا بقى يوقع لنا بحال هذيك الخانة اللي بات بيضاء، حنا نقولوها الفلوس، ما نقولوا لا 100 مليون لا 10 مليون لا والو. حنا ولا كيوقع لنا بحال هذيك اللي بات بيضاء. خوتي في راسكم اللي بات بيضاء، شي واحد كيحكيو عليه بات بيضاء وقال لمراته والمرا انا صبح صبيض بيضاء، حتى صبحت اخوتي 100 بيضاء، ما عليناش. فاخوتي عندي واحد الملاحظة، هذاك الاخ اللي لقى الفلوس مول الطاكسي هذا يعني هز الراس ديال الشيافر ديال الطاكسي، هذا جاب العز كما كنقولوا، هذا بين الورع، بين العفة، ما عليناش. مسألة واضحة. ولكن اخوتي اللي بغيت نعلق عليه انا ونعمل عملة استفهام هي بانه قال مول الفلوس عطاه غير 20000 فرنك. علاش عطاه 20000 فرنك؟ ايوا عورتي يا الشريف، او الحبيب، او المرضي، او الغزال. كنتمنى سائق الطاكسي توصلوا هذه الرساله هذه، والو ما شرفتينيش بهذا. انا 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 انا, أنا حبيتك، والله العظيم اشتاق لرؤيتك، ولكن ملي قلتي 20000 فرنك يا حبيبي ما قداتك شي، عورتي لعينها. أين هو قول الله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، والحياة ديالي كاملة بالأنفاس لله، حتى الفلوس اللي لقيت نرجعهم لمولاهم لوجه الله، لا نريد منه جزاء ولا شكورا. ولهذا أيها الكرام، هذه موعظة لنا ولكل الناس العالم. ماشي مشكل عطاك 200 درهم، ماشي مشكل، ولكن ملي قلتي 20000 فرنك يا حبيبي ما قداتك شي، عورتي لعينها. أين هو قول الله عز وجل؟ وقدمنا، هذا نعوذ بالله، هذه الآية تصبح كتطبق على هذا. هاد اللي لقى الفلوس والسيد دور ما عطاه زعما 200 درهم وما بغاش. اسمع الله شي يقول هنايا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. الهباء، الهباء عندما تكون داخل البيت أو داخل القاعة، كتكون كيكون واحد تو واحد تقيبة صغيرة كتشوف يطلع فيها واحد الشعاع، هذاك هو الهباء. الهباء مشى، داكشي كامل مشى في الخوا الخاوي. ماشي مشكل عطاك 200 درهم، ماشي مشكل. كيف ما قال لك واحد قال لك اللي زقع زقع، اللي زقع زقع، وخا يزرع ما يجي زرع.